ايوه هذا اللي اقول لك عنه، من سالني عنه؟ هذا كفو كفو. انت كفو، انت كفو من غير ما تصبح كفو. وانت الذي طيبتني بالطيب الكفو. جبت عطر لكم طيبته اول، انا من كفو. بيض الله وجهك. اسمع، يمكن يطلع ابراهيم بن علي قريب. عرفت؟ عندك خير يا شيخ. اسمع، عندك خير يا شيخ. انا باقي شهر لما يجينا ابراهيم. اسمع والله، كم باقي؟ نقدر ناخذ النقاط 15 يوم والله. اجل حبيبي، نقاط نحن اقصدنا ايه يعني 20 يوم قد لا. بس جميل الابيض عجيب. طيب ان شاء الله برجع لك. السلام عليكم. كيف حالك حبيبي؟ يا اهلا والله، حياك الله. ايش الشيء الكويس؟ تبغى شيء شرقي ولا فرنسي ولا عود؟ ليش تبغى الحلو؟ والله ما ابي عود، ابي شيء حلو. تبي شيء حلو؟ تفضل حبيبي. هذا السائل شباب، اخر منتج نزل عندنا، عندنا طبعا 5 انواع منه. اوه، هذا اخر منتج نزل في يوم هذا عندك، رهيب جدا، مجنون، ما عنده عقل. اوه، عطني شوف هذا اللي هنا، هذا ايش؟ عود؟ لا اللي تحت، تحت عود. لا فرنسي بالروح. شوف، لا 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 لا، عطني ورقه ورقه عشان ما يصلح. رشيت اصلا. اي بس انا خايف يقعد عند العين. ما شاء الله عليك. نفس الصوت. ايه نطيب احنا ذا؟ طيب يا طالب فارغ. هذا كرام فضي. الله. يا سلامي على الزعفران. ارحب انا حالك، ارحب انا حالك، ارحب سلمي. لا تعطيني شيء مرة، انا حقي مشترك من اول زكريا. نقدر نقدر نشتري اول شيء. ها؟ اول شيء الله يرحمك على الله، الله يجزاك خير. كيف الحال؟ ونعم سبعة عام عليك زود. اضيف انا جميعا ان شاء الله. والله انا بعضيف، انا مو بضيف، انا راعي مكان. ما طلبت شيء يا شيخ. ما طلبت شيء. الله يجزاك خير. ما شاء الله، ما شاء الله. بس 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 هذا الدين عود فاخر، أفضل دين عود عندنا. دين عود، دين عود، ما شاء الله تبارك الله. شوي بس، هو من هو اللي يحب العود؟ أنا هو عندي 3 في الغرفة. بالله هذا هذا ترى حقه 2400 ريال. كم؟ 2400 ريال، يعني هذا 600 ريال. ما شاء الله، بس يستاهل. يستاهل، يستاهل الطيب إن شاء الله. ودعنا العود الأصلي معروف، ما يحسن من ريحه يبين. الله يوفقكم، الله يوفقكم. الله يطيبك ان شاء الله. وياكم ان شاء الله. في معالمها. تعال براشد. في مكارم. خليني باخذ خبز. امين. يا محمد انا قد جيت عندك. والله حبدل يقول لازم تلبس بدله فيها لعب وفيها. اي بالله. اي اكيد. والله انا ببدل. انا من النوع اللي يرفع الثوب ويحطه تحت. لا لا ببدل. تبع عبد الله بالدفنه. وياخذ عقل هالادمي. كيف حالك؟ الله يعافيك. اللي هي يعني مش كبيرة جدا. اللعب. طيب أنا من رأيي، إيش رأيكم تنادون المتسابقين أعرفكم عن كارديال؟ أيوه. وبالمرة تعطي خالد هدية ساعة. نعطي هدية واحد متسابقين. يا عيال. الحين. ثلاث ساعات. انا واحد منهم، انا باك تهديني ساعة لامي. ثلاث ساعات هدش طلبتك ساعة لامي وبنادي لك. يا عم ايش رايك انفع اكون مسوق ولا لا؟ انا الثاني. ها اكمل والله لو تروح. طيب انا بقول لك شغله، خالد ادخل ادخل عندي لو سمحت. اسمع لو تروح ركضتي هذه على خالي بلاش تصير مصيبة هنا. وانا واحدة. خلش البداية اعرفكم عن كارديال. خلي خبرنا عن كارديال. ايوه احتاجك جنبي على اساس المايك. افا عليك. طيب احنا عندنا شركة كارديال. تعال شوف عشان الكاميرا. لا 35 سنة. حلو، من يوم تأسست. ما شاء الله. شباب شركة كارديال لها 135 فرع حول المملكة. ما شاء الله. يعني خلال 35 سنة أسست 135 فرع حول المملكة. ما شاء الله. لها في الرياض تقريبا 18 فرع. في الشرقية 18 فرع. ما شاء الله. في القصيم 8 فروع. يعني على على مستوى المملكه في كل مكان، حتى في الهجر وفي القرى. ما شاء الله. حلوين؟ ما شاء الله. لها 40 مصمم اوروبي. ما شاء الله. يصممون لها.
تصاميم خاصة بكارديال. تصاميم خاصة بكارديال. ما شاء الله. يعني كل شهر تنزل عندنا تصاميم جديدة. يعني كل شهر شهرين ثلاثة تنزل لنا تصاميم جديدة. حلوين؟ مخصوص. الساعات النسائية لنا عندنا أكثر من 3000 تصميم نسائي. ما شاء الله. لا باقي باقي. تمام؟ طيب إيش وضع الهدايا من الآخر الزبدة؟ اصبر اصبر اصبر. الشاهد الشاهد. أنا اليوم جمعت أساميكم جميع. حلو. وبنخلي خالد بما أنه هو صاحب مبادرة جمعكم. يا سلام. يسحب اسم واللي يطلع عليه الاسم. يختار ساعة. يختار ساعة ولا أنا أختار ساعة اللي أول واحد يجي. تعال اصبر شوي عم خير عم خير جاي ابو راشد ابو راشد انا قبلك جاي ترى يمكن تجي القرع عليك الخير يا راجل يا حبيبي يا رب يلا يا الربع ما هم منتهي البرنامج اللي كله بكم ماخذين ساعات من النهايه يلا طيب وفي حاجه سوي القرعه سوي القرعه شوف اللي موجودين هم يا رب يا رب يا رب يا رب يا اخوي اجعل لكن نختار ساعه في مكارم في مزارع. إيه تختار أختار. طبعا اليوم بمناسبة الافتتاح اللي بيختار يختار. طيب. اللي بدي اختارنا. أنا. بس أنا بس من هذا الشباب موجودين. كل الأسماء موجودة يا. كل الأسماء. يا رب يا رب يا رب. حد اللعب يا. أنا شرقت. خالد أنا ترى ما عندي ساعة. بسم الله أنا بعد محتاج ساعة لو أنا أسوي. يا جماعة ترى ساعات كارديال ألماس حلو. إيه ما شاء الله. مشوار فسكي. و. جلد وسبورت وكل انواع الساعات تجون كذا شويه 35 سنه انتجت الشركه كل انواع الساعات ما شاء الله اللي طلبها العميل في السوق سجلنا ملاحظات ساعات الصلاه يعني كذا نوع موجود عندنا طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا هادي يا دليل بسم الله يا هادي يا دليل يا الله يا رب يا الله يا رب اخذ واحده بسم الله افتحها وعرضها تكفى على الكاميرا سبعه فيصل بن شافي ناديتك انا فيصل بن شافي والله اني كنت شوف انا اللي مناديك فيصل بن شافي يستاهل والله العظيم اني مبروك الساعه تعال يلا تعال الفارقه في الشوط تظهر بيدها انا الحين راح اقول كل كلامه كمل 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 القرعه بعدين نختار بعدين بنختار ولا تبي تختار ولا تبي اختار لك لا والله اختار لي شيء منك انت تعتبر لي طبعا فيصل من امس فاز فاز فيصل بن شافي بساعه الله يرحمه يستاهل يستاهل فيصل طيب بس اختار لك ساعة والله ما اعرف خلها لين نخلص القرعة نختار كلنا ها خلص القرعة نختار كلنا هي باذن الله بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله هذه من عندي انا ترى هذه شخص واحد الحين اي حلو بكره ان شاء الله السلام عليك هذا لازم هدايا تعال واخي احترت والله كل اللي عندكم حلوات نعلمكم من عندهم شغل مثير وين جايلكم هدايا ثلاث اشخاص جايلكم تجعلك اليوم وين فاز واحد خلاص الحين اسم فيصل يطلع هذه اختارها خالد يستاهل خالد حلو اختارها انا له عجبتني انا شفتها جميله فاذا كان ودك لا احنا ما نختار هاي طيب انت وين اللي تختار بس فاز اليوم فيصل قرعه اليوم اخذها فيصل بس اليوم واحده بس راجي يلقي اسمي مطلع انا بكره ترى ما جاني خبر من الاداره ولكن بس بكره باذن الله قرعه ثانيه انت وجد انت لو انت علومك طيبه ما اخي وهكتوني احترت يا اخي اهم شيء احسن لك القلب لا اذا جاء انا كان لا عطيت شيء انت طيب وش رايكم اعطيكم ساعه عندي تغيرون لها احجار لا اله الا الله ما تغلى عليك ها ما تغلى عليك يا عمرك طول خليني اخربها شوي اخربها انا من اليوم رايح ترى بداوم عندكم اخرب ساعتك انا اول واحد جاي لك لازم تعطيني هدي هذا انا قلت لك لا اعطيك انا بهدي حقك انا تعطيني ابى هدي حقك ضبط لي بوحده ها ضبط دعوه حكومه ضبط تبي جلد ربل ايش رايك اختار لك ترى ذوقي حلو ايش رايك ايش رايك اختار لك اختار لك وش طلع لي ثلاث انت وش اللي عندك ذهبيه ولا ذهبيه تبيني ضبطك بشيء حلو تشوف اوكي اوكي خليني اختار بعدين عاد بخلص طلع لي ربل تبي جلد لا ربل ما ابي ايش رايك بهذه اوه والله طر الوسطيه هذه لا هذه لا ما في هذه شوف هذه اوه شوف شوف والله فن فاخره طلع طلع انا وي طلع خلنا شوف 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 ما شاء الله كلها حلوه والله حلو خفيفه بسيطه هذه كلاسيك ترى وبعد خلها انا موجود ايش رايك بهذه لا هذه ما يبي ما تبي لا ما يبي كبيره خذ لك الصغار حلوة تقرا داخلي طيب هذه انا اشوف هذه حلوه خذي والله جميله ذي وايد حلوه
شوف قرب بس على صار خليك لك لا اصبر الحين شاهد هاي ثانيه دقيقه بس يلا يلا عطني الله يحييك بس صح هذه اسمه هذه ايش اي واحده سوداء طيب هلا يلا جاي دقيقه يا شباب مبروك تستاهل يا شباب احب انوه على شغله ترى في بعد شوي مسابقه للجمهور حلو خالد خليك جنبي دقيقه سم ابشر في مسابقة للجمهور ساعة الماس مع سعد القحطاني يا سلام انا اخترت الاختيار بس دين والمشاركة الشروط بسيطة جدا ايه؟ تدخل على حساب تويتر تسوي رتويت حساب كارديال ولا حساب بداية حساب كارديال حلو تسوي تويتر ومنشن حلو كم شخص ثلاث اشخاص ثلاث اشخاص على بتويتر حلو حلو والثالث وش هي شلون يعلمك رتويت يطبقوا الشروط يلقونها موجوده على البوست ايه تمام ابسالك سؤال وش رايك في اختيار الامانه هذا امانه هذه تبي تعجبك انت بس ما هي معجبه فيصل ليه فيصل يحب الكلاسيك تقريبا لا بس وش رايك في الاختيار هذه حلوه ها اسمع سلام والله سعاد عطني اياها فاز اليوم فيصل وش رايك في فيصل اليوم فاز والله عطني اياها وش رايك في اختياري والله كفو جايك والله يعني ما عاد كل يوم تفوز فيصل بن شافي هو اللي فاز وش رايك في اختياري والله حلو لحظه اختار اختار المختار لعبتي بس ما بيكبر ضبطني يا بنت خير لعبتي يا بنت اختيار حلو موفق من الدرجه الاولى طيب ايش رايك فيها شفت لا والله حلو فيها طيب دي رايك فيها عجبتك ولا من فيصل ترى انا الحين منصدم من الواقع دقيقه هذا بيدك انت اذا جاك زبون تعرض له من الثلاث الاوائل بتعرض له هذه ايش رايك فيها بنت خير والله ممتازه هذه حلوة بس سيارة يروح لهذا هذه زين هذه رياضية هجر ايه ادري ايه رياضية ادري ورسمية بعد ما انا بشي رسمي زقرت رسمي عندك هذه رسمية بس كبيرة شوي هذه طيب هذه بعد حلوة هذه اللي فيها ابيض و الرصاصية الرصاصية اللي فيها اسود والله انا اشوف تدري هذه ما هي براكبة لي وين شوف هذه او هذه وانت اختار ورني 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 لف يلا اود انا والله بالتوفيق انا خير ان شاء الله عشتي ابن جريره رجعني ما عدم هبوله هذه مجنون وين طيب هذه اللي صار اوه عرفت عرف ذوقك عطى هذه عطى هذه اصبر يا ولد انت شك عجل علي لحظه خيرتني والله جنني انا خيرتك والله مسموح ياخذ من هذه ها مسموح اي شيء تعال اليوم افتتاح ياخذ اليوم تعال وين تعال يا رجال عليك بسعادتك عليك بذي بوش هي اللي عليها الكلام والله خلاص هذا فيصل يطلع برا او الصفه هذه القرعه باقي موجوده اختار مني هذه الكفو خذها مني يعني من فين هلا هلا عليك بالجهه هذه تراها بطران طيب خذ الرصاصيه ابدا انا جاهز ترى بالنسبه للتسويق ما عندي مشكله انت خير انت خير لبيه تعال ايش رايك فيك اخيرا الثلاث الاخيره ذيك فيها شيء الاخيره لا لا تبي رسمية؟ تبي رسمية؟ رسمية عليك هذه على اليمين. الذي اليمين هذه. أو شوي. كارديال أفضل محل ساعات. أو هذه بعد. الله وبركاته.